السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بريب وان؟ يا رب تكونوا في أفضل حال. معاكم ميس فاطمة مهران، مدرسة الأهرام مودرن سكول. هنتكلم النهاردة عن الدرس الأول في الوحدة الثانية، وهو بعنوان شكل الأرض وأبعادها. حد فيكم قبل كده فكر شكل الأرض عامل ازاي؟ طيب فكرنا الشكل ده مثلا عبارة عن دايرة، عبارة عن كورة، الشكل ده طبعا تفاصيله ايه؟ طب الشكل ده ليه معنى معين؟ طبعا الدرس بتاعنا النهاردة او عناصر الدرس بتاعتنا النهاردة هتتكلم عن كذا عنصر. اول حاجة لما نبص كده للكرة الارضية هلاقي ان الكرة الارضية تشبه الكرة تقريبا، او مجسم الكرة الارضية يشبه الكرة تقريبا، وده طبعا نعمة كبيرة من نعم ربنا علينا، وده اللي هنعرفه بالتفصيل النهاردة. اول حاجة طبعا الدرس بتاعنا هنتكلم فيه عن شكل الارض، هنتكلم عن اهمية الشكل ده، هنتكلم عن أبعاد الأرض، هنتكلم عن حاجة اسمها خطوط الطول وهنتكلم عن أهميتها، هنتكلم عن دوائر العرض وأهمية دوائر العرض، وهنعرف يعني ايه أصلا دوائر عرض. لو انتوا كده بصيتوا معايا، أول حاجة شكل الأرض. ميس انتي بتقولي ان شكل الأرض عبارة عن كورة، يعني معنى ذلك ان احنا ماشيين على شكل مجسم، شكل دايرة أو شكل كورة. هل وأنا ماشي في أي مكان بشوف انحناء؟ لا، انا ما بشوفش انحناء. طب ازاي بقى هي شكلها كروي او شكلها كوره؟ اول حاجه بريب وان، احنا عينينا مش هتجيب غير مساحه صغيره جدا من مساحه الارض، فبالتالي المساحه اللي هشوفها دي بتكون مساحه منبسطه ما فيهاش اي انحناء، فبالتالي انا بشوف ان الارض منبسطه، لكن الارض فيها انحناء والارض كرويه. يبقى هنقول هنا بما تفسر، نرى الارض منبسطة ولا يظهر فيها أي انحناء، هنقول بسبب أننا نرى بالعين المجردة مساحة صغيرة جدا من مساحة الأرض. طيب هتكلم بقى دلوقتي على إيه؟ هتكلم كمان على، لو انتوا بصيتوا كده الارض بتلف طبعا قدام الشمس، ده اخدناها في الدرس الاولاني او في الوحده الاولى، واتكلمنا كمان ان الارض مفروض ان هي مش ثابته، ده الارض دي عباره عن كوكب بيدور حوالين النجم. لو احنا بصينا كده على الشكل الكروي ده هلاقي ان بسبب ان الارض مش منبسطه وان الارض كرويه، فاصبح ان في اجزاء بتكون قدام الشمس بطريقه مباشره واجزاء تانية لا. لو اخدتوا بالكم من اشعه الشمس العموديه اللي هي اللي باللون الاحمر دي، خلت ان في مناطق فيها درجات الحراره عاليه جدا ومناطق تانية درجات الحراره اقل. ليه؟ لان اشعه الشمس لما تخترق مساحه قصيره لحد ما توصل للارض هتكون بكامل قوتها وبكامل حرارتها، وهتغطي مساحه صغيره، فبالتالي هتكون اشد حراره، ودي تسمى الأشعة العمودية. بينما بقى الأشعة اللي هي باللون البرتقاني دي أخدت مسافة طويلة لحد ما وصلت لأجزاء الكرة الأرضية، فبالتالي قلت في درجات حرارتها شوية وتوزعت على مساحة كبيرة، فبالتالي درجات حرارتها أقل شوية، ودي تعرف باسم الأشعة المائلة. يبقى الشكل الكروي للأرض ده ترتب عليه ان أشعة الشمس او زوايا أشعة الشمس بقت مختلفة، بتسقط على اجزاء واجزاء تانية لا، وبالتالي بلاقيها في مناطق عمودية ومناطق تانية مائلة. فده ادى لايه بقى؟ ادى ان المناطق دي بقت فيها اختلاف في الحرارة، واحنا عارفين لما الحرارة تختلف نوع النبات كمان هيختلف، وان النبات لما يختلف الكائنات الحية والبيئة كلها هتختلف. يبقى ما النتائج المترتبة على الشكل الكروي على الارض؟ هنقول تسقط اشعة الشمس على اجزاء من سطح الارض ولا تسقط على اجزاء اخرى. تاني حاجة اختلاف زاوية درجات الحرارة او زوايا سقوط اشعة الشمس، فاختلاف درجات الحرارة، فتنوع المناخ، فتنوع نوع النبات، فتنوعت الكائنات الحية، وبالتالي تنوع البيئات. والسؤال ده مهم جدا يا بريب وان. طب سألنا نفسنا بقى، لو كانت الأرض مسطحة مش كروية وقدام الشمس، هينتج عن كده ايه؟ لما يجي يقول لي طبعا ماذا يحدث إذا كانت الأرض مسطحة تماما أمام الشمس؟ طبعا هتسقط أشعة الشمس كلها على سطح الأرض كله في نفس الوقت. تاني حاجة إن زوايا سقوط أشعة الشمس هتكون كلها عمودية على سطح الأرض،
فبالتالي هلاقي درجة الحرارة ثابتة والمناخ ثابت والنبات ثابت، وبالتالي مفيش تنوع في البيئات الطبيعية. ايه الشكل اللي احنا شايفينه ده؟ الشكل اللي احنا شايفينه ده بريب 1 حاجة اسمها ابعاد الارض، يعني انا لما اجي اقيس الارض واقيس المسافات بينها. طبعا الشكل اللي احنا شايفينه ده شكل ابعاد الارض. انا دلوقتي لو جيت مسكت مثلا اداة قياس عشان ابدأ اقيس المسافات اللي موجودة في الارض، فجيت قست مثلا بالعرض وجيت قست بالطول، فلما جينا قسنا بالعرض المسافة اللي ما بين نص الارض او عند مركز الارض كده، لقيت ان القطر اللي موجود او الخط اللي موجود بالعرض اطول من الخط اللي موجود بالطول، يعني الجزئية اللي في النص كده اللي بتسمى باسم القطر الاستوائي، وهنعرف بعد كده ليه كلمة استوائي دي، هلاقيها اطول من القطر القطبي. القطر القطبي ليه؟ عشان بيصل يا بريب 1 ما بين نقطة اسمها نقطة القطب الشمالي لحد نقطة القطب الجنوبي، هلاقي ان القطر الاستوائي اطول من القطر القطبي، فاصبحت ان الارض مش دايرة كاملة او مش كورة كاملة، او ما اقولش ان هي كاملة الاستدارة. يبقى لما يجي يقول لي كده ابعاد الارض، هلاحظ اني طبعا اول حاجة الشكل اللي قدامنا ده ان الارض مش كورة كاملة الاستدارة، يعني مش دايرة كاملة، لان طبعا القطر الاستوائي فيها اطول واكبر من القطر القطبي. هلاقي كمان ان ده بيكون خلى الارض ابعادها مش متساوية. يبقى يعني ايه قطر الاستوائي؟ ده خط طبعا وهمي مش موجود في الحقيقة، بيصل ما بين الشرق والغرب. اما القطر القطبي برضو خط وهمي مش موجود في الحقيقة، وبيصل ما بين الشمال والجنوب او القطب الشمالي والقطب الجنوبي. فلما جينا لقيناه، لقينا ان القطر الاستوائي طبعا اطول من القطر القطبي، فنتج عليه ان اصبحت الارض غير كاملة الاستدارة، فهلاقيها منبعجة عند دائرة الاستواء ومفلطحة عند القطبين. فعلا شكل الكرة الأرضية هلاقيها فعلا من ناحية الاستواء فيها نوع من الانحناء شوية، ومن ناحية القطبين مفلطحة أو مفرودة. فطبعا ده خلى أبعاد الأرض غير متساوية. طيب أنا بقى دلوقتي هتكلم على إيه؟ أنا هتكلم على جزئية جديدة عندي، وحاجة اسمها خطوط الطول. خطوط الطول يا بريب 1، أنا جينا كعلماء او العلماء عامه لما جم يدرسوا شكل الارض، وهنيجي ندرس مع بعض انا وانتوا دلوقتي شكل الارض، لقيت العلماء عايزين يسهلوا على نفسهم فكره دراسه سطح الارض. ان انا لما اجي احب احدد مكان على سطح الارض احدده ازاي؟ فبدانا العلماء يعملوا خطوط وهميه بالطول وبالعرض. الخطوط الوهميه اللي موجوده بالطول بقول عليها خطوط الطول، اما اللي موجوده بالعرض بقول عليها دوائر العرض. طيب خطوط الطول دي لما جينا نبص عليها، لقيت ان في خط رئيسي في النص كده بيقسم الارض النصين، اسمه خط جرينتش. ليه؟ لان طبعا البلدة اللي اتجمعوا فيها العلماء هي بلدة جرينتش. البلدة دي طبعا موجودة في جنوب مدينة لندن، واتعمل فيها مؤتمر جغرافي سنة 1884 عشان يحددوا خط الطول الرئيسي اللي منه هبدأ اقسم باقي الخطوط. طب الخط ده رقمه كام؟ طبعا هو اول حاجة فهو رقمه صفر. خطوط الطول عبارة عن نص دايرة وهمية بتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي. يبقى ما المقصود بخطوط الطول؟ هي انصاف دوائر وهمية تبدأ من النصف القطب الشمالي الى القطب الجنوبي. قلنا بتبدأ منين؟ تبدأ بخط الطول الرئيسي وخط جرينتش، ودرجته صفر. لما جم يقسموها قسموها شرق وغرب، 180 خط في الشرق و180 خط في الغرب، يبقى كده عدد خطوط الطول كلها 360 خط طول. يبقى تاني زي ما قلنا مع بعض اهي، هي عبارة عن انصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي تنتهي عند القطب الجنوبي. عملناها ليه؟ طبعا لتسهيل دراسة سطح الكرة الارضية. كل الخطوط عددها كام؟ 360 خط، وفي نصها خط الطول الرئيسي ودرجته صفر. قلنا 180 خط
شرق خط جرينتش، و180 خط غرب خط جرينتش، وسمت دي ليه؟ نسبة طبعا للبلدة اهم زي ما احنا شايفين. طب الخطوط دي مهمة في ايه؟ الخطوط بتاعت الطول اللي انتوا شايفينها قدامكوا دي كده اللي هي 180 و180 مهمة في ايه يا بريب وان؟ اول حاجة لو انا عايزة احدد مكان على سطح الكرة الارضية، هقول لك مثلا انا عند الخط 20، انا عند الخط 30، فانت كده خلاص عرفت في دماغك كده انا مكاني فين في الكرة الارضية بالظبط. يبقى بتحدد المواقع والاماكن على الكرة الارضية، دي اول حاجة شرقا وغربا. تاني حاجة بقى وهي المهمة جدا كمان، فرق التوقيت، الساعة يا بريب وان. لو انت اخدت بالك كده مثلا مدينة مثلا او منطقة مثلا دولة او مدينة مثلا زي مدينة في السعودية، وسألت مثلا لو حد قريبك هناك الساعة كام، هيقول لي مثلا ده الساعة عندي كذا، وانا بصيت على الساعة بتاعتي هلاقي ان الساعة بتاعتي اقل. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ طبعا انتوا عارفين ان السعودية في شرق مصر، هو ده اللي بيحصل بالظبط، ان كل ما بمشي ناحية الشرق الساعة بتبدأ تزيد، لان الكرة مش ثابتة، الكرة طبعا بتلف، فبالتالي الدوران بتاعها ده خلى ان في مناطق بتيجي قدام الشمس قبل مناطق تانية. يبقى كلما اتجهنا شرقا بتزيد ايه؟ الساعة، او بيزيد فرق التوقيت. على عكس لو اتجهت ناحية جهة الغرب الساعة هتبدأ تقل، يعني مثلا الساعة في امريكا بتكون اقل مننا، على عكس الساعة مثلا في السعودية او في اليابان او في الهند اكتر مننا، لان هما في جهة الشرق. طيب لو بقى في نفس المدينة ومدينة تانية على نفس خط الطول، يعني مثلا مدينة القاهرة ومدينة الخرطوم اللي في السودان، لو جيت ابص على الساعة هلاقي ان الساعة عندنا وعندهم نفس الوقت. ليه؟ لان احنا الاتنين على نفس خطوط الطول او على نفس خط الطول. يبقى ليه الساعة بتختلف على سطح الارض من مكان لمكان؟ لان الارض تدور حول نفسها امام الشمس من الغرب الى الشرق مرة كل 24 ساعة، فده بينتج عنه ان الشمس بتشرق في اماكن في شرق خط الطول الرئيسي قبل الاماكن الواقعة في غربه. يبقى اهمية خطوط الطول تحدد الاماكن شرقا وغربا، تحدد فرق التوقيت ما بين المناطق على سطح الارض. طب ليه بيحصل فرق في التوقيت؟ لان قلنا بما تفسر حدوث فرق التوقيت بين الكرة المناطق على الكرة الارضية، هقول ليه؟ بسبب دوران الارض حول نفسها امام الشمس من الغرب الى الشرق مرة كل 24 ساعة. طيب لو جينا بقى نبص هلاقي ان الفرق بين كل خط طول وخط طول اخر هو 4 دقايق بالظبط يا بريب وان. يعني كل ما بقدم خط كل ما بزود الساعة 4 دقايق، وكل ما بتجه ناحية الغرب في خط بقلل 4 دقائق. طيب انا دلوقتي مثلا لو عايز احسب فرق التوقيت مثلا في مدينة لندن اللي بتقع مثلا على خط جرينتش مثلا فرق 2 صباحا، هلاقي ان الساعة في مدينة الاسكندرية اللي بتقع على خط الطول شرقا 30، هبدأ اطرح وابدأ اجمع على حسب انا عايز اتجه ناحية الشرق ولا ناحية الغرب. تاني حاجة هنتكلم عليها في درسنا هو طبعا دوائر العرض الرئيسية. لما اجي اتكلم بقى على دوائر العرض الرئيسية اللي موجودة عندي يا بريب وان، نفس الفكرة، هي برضو دوائر وهمية بتحيط بالكرة الارضية من الشرق طبعا الى الغرب. عددهم كم دايرة؟ عددهم 180 دايرة عرض رئيسية. طبعا الخط الرئيسي فيهم هو دائرة الاستواء ودرجته 0، ده الخط اللي قسم الكرة الارضية شمالا وجنوبا. هلاقي فوق 90 دايرة فوق و90 دايرة تحت، يبقى عدد دوائر العرض كلهم كام؟ 180 دائرة عرض يا بريب وان. طيب دوائر العرض زي ما قلت لكم كده متقسمة شمالا وجنوبا، لكن خطوط الطول شرقا وغربا. دوائر العرض الرئيسية بقى اللي موجودة عندي يا بريب وان اللي بقول عليها بقى، منها ببدأ أقسم هناك دوائر فرعية تانية. دوائر العرض الرئيسية أول دائرة طبعا 0 اللي هي دائرة الاستواء، هتجه شوية لحد 23.5، ده اسمه مدار السرطان. هتجه غربا
سوري جنوبا لحد 23.5، ده اسمه مدار الجدي. هتجه تاني فوق ناحية الشمال تاني، هلاقي دائرة اسمها الدائرة القطبية الشمالية، ودي درجتها 66.5. وبعدين آخر دايرة عرض خالص هي طبعا نقطة القطب الشمالي ودرجته 90. واتجه جنوبا ناحية نقطة القطب الجنوبي ودرجته 90. طب دوائر العرض دي بقى زي ما اتفقنا، القطب الشمالي عند دايرة عرض 90 شمالا، القطب الجنوبي عند دايرة عرض 90 جنوبا، الدائرة القطبية الشمالية قلنا درجتها 66.5، زيها بالظبط الدائرة القطبية الجنوبية بس ناحية الجنوب ودرجتها برضو 66.5 بس جنوبا. دائرة الاستواء بتقع عند دائرة العرض 0، ودي اللي بتقسم الكرة الأرضية إلى نصين شمالا وجنوبا. وطبعا عندي مدار الجدي 23.5 جنوبا، ومدار السرطان 23.5 شمالا. دوائر العرض يا بريب 1 بتكون دوائر متساوية، لا متوازية. لو انتوا اخدتوا بالكم ان كل دايرة عرض مش قد التانية، لكن كلهم متوازيين مع بعض، بينهم خاصية التوازي لكن مفيش بينهم خاصية التساوي. يبقى هي دوائر وهمية متساوية، سوري دوائر وهمية متوازية غير متساوية. مهمة بقى في ايه؟ لما يجي يقول لي بما تفسر اهمية دوائر العرض. طبعا دوائر العرض يا بريب 1 بتشترك مع خطوط الطول ان هي بتحدد المكان بالظبط، يبقى بتحدد مواقع الانسان بالظبط على الكرة الارضية. تاني حاجة احنا اخدنا من شوية ان الشمس بتكون قدام الارض، فمعنى ذلك لما اجي اقول لك انا عند دايرة الاستواء، خلاص انت كده عرفت في دماغك ان انا قدام الشمس على طول، يبقى المناطق الحرارة بتاعتي عالية. على عكس لما اقول لك انا عند القطب الشمالي او القطب الجنوبي، يبقى انت كده عرفت ان انا بعيد عن الشمس فدرجات الحرارة منخفضة. يبقى دوائر العرض بتساعدك انك تقسم الارض الى مناطق حرارية. يبقى اول حاجة تحدد مكان الانسان على سطح الارض شمالا وجنوبا، هتشترك مع خطوط الطول عشان تحدد موقع المدن والبلدان بطريقة افضل. تالت حاجة كمان ان هي بتقسم العالم لمناطق حرارية عشان تساعدنا في معرفة احوال المناخ ومعرفة درجات الحرارة والرياح والامطار. ده كده بالنسبة للدرس الاولاني اللي هو شكل الارض وابعادها. الدرس التاني بقى اللي بيتكلم عن ايه يا بريب 1، بيتكلم عن حاجة اسمها الليل والنهار. ازاي بيحصل ليل ونهار؟ اول حاجة طبعا احنا متفقين مع بعض ان الارض بتلف قدام الشمس. الدورة بتاعتها دي اسمها الدورة اليومية. يعني ايه الدورة اليومية؟ الشمس طبعا ثابتة، الارض بتلف لفتين او بتدور في دائرتين او بتمشي في مسارين. المسار الاولاني لما بتلف حوالين نفسها حوالين محورها، بتلف لفة واحدة يا بريب 1 كل 24 ساعة، ودي تعرف باسم الدورة اليومية. وبتلف لفة تانية في نفس الوقت حوالين الشمس كل 365 يوم وربع، وبسميها الدورة السنوية اللي بينتج عنها بقى طبعا الربيع والخريف والصيف والشتاء. يبقى الارض لما بتلف حوالين نفسها قدام الشمس بيكون الجزء اللي قدام الشمس نهار والجزء التاني ليل. ده تفسير ظاهرة الليل والنهار. بسبب ايه؟ بسبب دوران الارض حول نفسها مرة كل 24 ساعة من الغرب الى الشرق. يبقى طبعا عرفنا كده اول جزئية هو بما تفسر حدوث تعاقب. تعاقب ده يعني ليه بيجوا ورا بعض؟ تعاقب الليل والنهار. هقول طبعا بسبب دوران الارض حول نفسها او حول محورها امام الشمس من الغرب الى الشرق. طب ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه تعاقب الليل والنهار اللي اثر كتير جدا في حياتنا، لان الانسان طبعا في النهار بيبدا يسعى بقى للعمل والنشاط، وبالليل طبعا للراحه عشان يقدر يستعيد نشاطه مره اخرى. يبقى ما المقصود بالدوره اليوميه للارض؟ هي دوران الارض حول نفسها اللي هي محورها يعني امام الشمس من الغرب الى الشرق مره كل 24 ساعه. انا هتكلم دلوقتي على حاجه اسمها محور الارض. محور الارض يا بريب 1 ده خط وهمي
مش موجود في الحقيقة، بيصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي وبيمر بمركز الأرض وبيميل عن الخط العمودي طبعا طبعا اللي هو خط جرينتش بمقدار 23.5 درجة. انا لما بصت كده على محور الارض، طب انا اخدته ليه او بتكلم عنه ليه؟ هو ده السبب في دوران الارض او ان الارض بتلف بالمنظر ده. الارض طبعا ما بتلفش باستقامة زي ما انتوا فاهمين، لا بيكون فيها نوع من الانحناء شوية بسبب ان الارض مش ثابتة في دورانها في اتجاه واحد، لا بيكون ليها طبعا دوران بشكل معين بسبب حاجة اسمها محور الارض. يبقى محور الارض ده خط وهمي مش موجود طبعا، وبيلف او بيخلي الارض بتلف بالطريقة دي درجته كام؟ 23.5 درجة، وهنتكلم عنه شوية قدام. طب لو كانت بقى الارض ثابتة وما بتلفش حوالين نفسها، وايه النتج ان الارض بتلف حوالين نفسها؟ اول حاجة تعالوا نتكلم على نتائج دوران الارض حوالين نفسها، وبعد كده هنتكلم لو الارض ثابتة. اول حاجة يا بريب وان، لو كانت الارض بتلف حوالين نفسها بينتج عندي مجموعة من النتائج. أول حاجة احنا لسه قايلين من شوية، تعاقب الليل والنهار كمان الشروق والغروب. مش احنا متفقين ان في أجزاء الشمس تشرق عليها الأول وأجزاء تانية لأ؟ فبالتالي حدوث برضو ظاهرة الشروق والغروب. تالت حاجة بالنسبة لي هو انحراف الرياح. الرياح يا بريب وان بتختلف اتجاهها وبيختلف طريقة حركتها بسبب ان الأرض مش ثابتة، الأرض بتلف. ففي نص الشمالي بتلف ناحية اليمين أو بتتجه نحو اليمين، أما في النص الجنوبي بتتجه نحو اليسار. يبقى انحراف الرياح نتيجة من النتائج التي ترتبت على دوران الأرض حوالين نفسها. رابع حاجة بالنسبة لي هي انحراف الأجسام على سطح الأرض عن الخط العمودي. لو فكرت تمسك مثلا ورقة أو تمسك مثلا كشكول أو قلم وتحدفه من مكان عالي، هتلاقيه إن هو مش واقع في نفس المكان بالظبط، هتلاقيه انحرف جهة اليمين او جهة اليسار. ليه؟ لان الارض مش ثابتة. الارض لو كانت ثابتة كان الجسم اللي هتحذفه من فوق كان هينزل ثابت في نفس النقطة اللي انت حذفت منها. يبقى انا كده عندي 4 نتائج ترتبوا على دوران الارض حوالين نفسها. اول حاجة حدوث ظاهرة الليل والنهار، حدوث ظاهرة الشروق والغروب، انحراف الرياح، وانحراف الاجسام الساقطة. طب لو كانت بقى الارض ثابته، ماذا يحدث لو كانت الارض ثابته؟ اعكس لي كل اللي انا قلته. مفيش ليل ونهار، مفيش شروق وغروب، مفيش انحراف للاجسام الساقطه، مفيش انحراف للرياح. يبقى لن يحدث ظاهره الليل والنهار، لن يحدث ظاهره الشروق والغروب، لن يحدث انحراف للاجسام الساقطه، ولن يحدث انحراف للرياح زي ما انتم شايفين معايا. يبقى عرفنا كده ايه هي الفكرة من دوران الارض حوالين نفسها. لو جالي بقى سؤال، ليه احنا ما بنحسش بحركة الارض وهي بتدور حوالين نفسها؟ اول حاجة يا بريب وان، الارض وهي بتدور ما بتلفش بطريقة عشوائية، لا بتلف بطريقة منتظمة، فعشان كده انا ما حسيتش بدورانها. تاني حاجة ان في حاجة اسمها الجاذبية، وطبعا كلكم عارفينها. الجاذبية دي يعني ثبتنا على سطح الارض، الارض فيها جاذبية، فبالتالي جسمنا ثابت على سطح الارض. فلما يكون جسمنا ثابت على سطح الارض خلى ان الاجسام ما تطرش، فبالتالي انحراف الرياح او انحراف الاجسام الساقطة او الليل والنهار او ظهور الشروق والغروب ده بسبب ان الارض ايه؟ بتدور. طب انا بقى لو عرفت ان الارض لما بتدور انا ما بحسش بيها ليه؟ بما تفسر لا نشعر بحركة الارض اثناء دورانها، هقول بسبب انتظام سرعتها ووجود الجاذبية الارضية بتخلي الجسم يدور مع الارض وهي بتلف. والارض عايزه اقول لكم من اكتر الكواكب اللي بتتميز بوجود الجاذبيه المستقره فيها، فخلت الحياه مستقره لان الجاذبيه متحدده مع ثبات الحركه بتاعتنا. طب ايه اللي هيحصل بقى لو كانت جاذبيه الارض بتاعتنا زي جاذبيه القمر؟ كان طبعا كل الاجسام هتطير، لان جاذبيه القمر يا بريب وان قليله جدا، دي تعتبر 1/6 جاذبية الأرض، فبالتالي كانت هتطير كل الأجسام. طب إيه اللي هيحصل لو كانت الجاذبية بتاعتنا زي جاذبية كوكب المشتري؟ طبعا طبعا
كانت الأجسام كلها هتلتصق بسطح الأرض لأن جاذبية المشتري كبيرة جدا جدا، فبالتالي محدش هيقدر يستطيع الحركة. يبقى احنا كده الدرس بتاعنا عرفنا ان احنا اتكلمنا عن حاجة اسمها الدورة اليومية، اتكلمنا كمان عن نتائج ان الأرض بتلف حوالين نفسها نتج عليها ايه، اتكلمنا كمان لو الأرض ثابتة ايه اللي هيحصل، واتكلمنا ليه ما بنحسش بحركة الأرض وهي بتدور. الدرس بقى الأخير في الوحدة دي عندي يا بريب وان هو طبعا فصول السنة، او ايه السبب في حدوث ظاهرة فصول السنة. انا قلت لكم ان الارض بتلف لفتين او بتعمل دورتين، الدورة الاولى قلنا اسمها الدورة اليومية، والدورة دي بتحصل لما الارض بتلف حوالين نفسها. الدورة التانية بقى يا بريب وان بتحصل لما الارض تلف حوالين الشمس، يبقى اسمها الدورة الثانوية. يبقى كيف تحدث فصول السنة الاربعة؟ قلت فصول السنة الاربعة دي نتيجة ان الارض بتلف حوالين الشمس من الغرب الى الشرق، فبالتالي اسمها الدورة الثانوية. احنا متفقين اني تعاقب فصول السنة الاربعة ليه، او ليه بيجي عندي صيف وشتاء وربيع وخريف؟ بسبب ان الارض بتلف حوالين الشمس، وما يطلق عليها باسم الدورة الثانوية. يبقى يعني ايه دورة ثانوية؟ هي دوران الارض حول الشمس، حول الشمس يا بريب وان، حول الشمس من الغرب للشرق مرة كل 365 يوم وربع. انا هسألكم بقى سؤال، ايه هي الاسباب اللي خلت مناطق فيها درجات حرارة مختلفة عن مناطق اخرى؟ يعني ايه السبب اللي خلى فيه درجات حرارة بتختلف من منطقة لمنطقة؟ طبعا ده بيرجع لسبب رئيسي وهو زاوية سقوط اشعة الشمس. احنا متفقين ان الارض بتلف، فلما الارض بتلف خلت مناطق وقعت عليها الاشعة عمودية، وبتكون طبعا في درجات الحرارة اعلى لان هي بتاخد مسافة قصيرة، فبتكون محتفظة بكامل حرارتها، وفي نفس الوقت بتغطي كمان مساحة صغيرة، فبتتركز على حتة واحدة، فبالتالي درجات الحرارة بتكون اعلى اللي هي الاشعة العمودية، على عكس الاشعة المائلة اللي بتنخفض درجات حرارتها. طب ليه؟ عشان بتخترق مسافة طويلة، فبالتالي بتفقد جزء من حرارتها، فبالتالي المساحة بتاعتها بتكون واسعة، فبالتالي بتكون اقل حرارة. يبقى ده السبب وراء اختلاف درجات الحرارة على سطح الارض. لو انتوا شايفين كده ان الاشعة العمودية متركزة على منطقة واحدة، فبالتالي بتكون اعلى حرارة، بينما الاشعة المائلة اللي هي من بره دي بتكون طبعا فقدت جزء من حرارتها، فبالتالي بتكون اقل حرارة اثناء دوران الارض حوالين الشمس. ما النتائج بقى المترتبة على تعاقب فصول السنة الاربعة؟ طبيعي درجات الحرارة اختلفت، فالمناخ اختلف، المناخ اختلف فالنبات الطبيعي والمحاصيل هتختلف، فالبيئات كمان ايه هتختلف. عندي بقى كم فصل؟ عندي اربع فصول، عندي فصل الربيع وفصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الخريف. دول اربع فصول اللي نتجوا عن دوران الارض حوالين الشمس. طبعا ادي الشمس اهي، وادي الارض لما بتلف. طبعا ايه اللي بيحصل لما بيكون الجزء المقابل للشمس امام الشمس؟ طبعا بيحصل هنا فصل، بينما لما يكون في انحراف شوية لدوران الارض وهي بتدور امام الشمس بيكون في فصل تاني. اول حاجة فصل الشتاء بيحصل امتى؟ فصل الربيع بيحصل امتى؟ فصل الصيف بيحصل امتى؟ فصل الخريف بيحصل امتى؟ اول حاجة فصل الشتاء يا بريب وان بيحصل يوم 21 ديسمبر، اسمه الانقلاب الشتوي. طب بيحصل ليه؟ لان اشعة الشمس كلها بتكون متعامدة او متركزة على مدار الجدي، لان انا قلت لكم اللي هو درجة 23.5 جنوبا، فبالتالي النص الشمالي بيكون فيه درجات الحرارة منخفضة، وبتكون طبعا درجات الحرارة مرتفعة في النص الجنوبي، فبلاقي ان النهار قصير والليل طويل، بلاقي في رياح، بلاقي في امطار، فكده عندنا احنا في النص الشمالي شتاء وفي النص الجنوبي صيف. تاني احنا
عايشين في النص الشمالي، فبالتالي النص الشمالي بيحصل فيه كده انقلاب شتوي، على عكسه بقى في نفس الوقت بيحصل في النص الجنوبي الانقلاب الصيفي، اللي هو طبعا بتكون أشعة الشمس كلها متعامدة على مدار السرطان عندنا، بيحصل كمان ان درجات الحرارة بتكون مرتفعة، بيحصل كمان ان مفيش امطار مفيش رياح، فبالتالي في النص الجنوبي بقى العكس، بلاقي درجات الحرارة منخفضة، بلاقي فيه رياح، بلاقي فيه امطار، بلاقي طبعا الليل عندهم بيكون طويل وبيكون عندنا النهار والنهار قصير، على عكس عندنا احنا بيكون عندنا النهار طويل والليل قصير. يبقى احنا عرفنا كده لما بيحصل انقلاب شتوي في النص الشمالي على مدار السرطان، سوري، على مدار الجدي في النص الجنوبي، بيكون العكس دايما في النص الشمالي. يعني لو احنا اعتبرنا دلوقتي الكرة نصين وحصل ان النص اللي في مدار السرطان اللي في الشمال عليه اشعة الشمس، يبقى هناك عندهم صيف، والناحية التانية في النص الجنوبي عندهم شتاء، والعكس صحيح. ايه اللي بيحصل بقى في الربيع والخريف؟ الربيع والخريف يا بريب وان اشعة الشمس بتكون في النص عند دائرة الاستواء، فبالتالي في نص الكرة الشمالي يوم 21 مارس بتتعامد اشعة الشمس على مدار الاستواء، فبلاقي ان الليل والنهار قد بعض، بلاقي ان درجات الحرارة معتدلة، وكمان عندي بلاقي ان النباتات بتبدأ تنمو بقى وتنبت، اللي هو طبعا الربيع، على عكس الخريف ان اشعة الشمس بتكون طبعا متعامدة برضو على خط الاستواء، فبلاقي ان في اعتدال في درجات الحرارة، بس بلاقي ان اوراق الاشجار بتسقط. يوم يوم 23 سبتمبر، يبقى تاني 21 ديسمبر ده فصل الشتاء، 21 يونيو ده فصل الصيف، 21 مارس ده فصل الربيع، و23 سبتمبر ده فصل الخريف. يبقى الاربع فصول دول يسموا بفصول السنة، ودول بيحصلوا ليا بريب وان بيحصلوا بسبب دوران الارض حوالين الشمس. يبقى بما تفسر حدوث ظاهرة تعاقب فصول السنة الأربعة، هقول بسبب دوران الأرض حول الشمس من الغرب للشرق مرة كل 365 يوم وربع، وبالتالي ده بيحصل الدورة السنوية. طب لو كانت بقى الأرض ما بتلفش حوالين الشمس، بالتالي مش هيبقى فيه فصول السنة الأربعة، المناخ هيبقى ثابت، الحرارة هتبقى ثابتة، فهلاقي مثلا ان يا اما صيف دائم يا اما نهار يا اما شتاء دائم، فالحياه هتبقى على وتيره واحده على شكل واحد. طب ماذا يحدث اذا كان محور الارض عمودي مش مائل، يعني بيتساوي كده مع خط جرينج بالظبط، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان اشعه الشمس هتكون عموديه على خط الاستواء على طول، ومائله على بقيه اجزاء الارض على طول، فبالتالي مفيش فصول السنه، فبالتالي هلاقي المناخ ثابت، هلاقي الحرارة ثابتة، هلاقي الفصول كمان مش بتتعاقب بنفس المنظر اللي احنا عارفينه او معتادين عليه. طب ايه اللي هيحصل بقى لو كان محور الارض غير ثابت، يعني بيلف في اكتر من اتجاه، بيلف بطريقة عشوائية مش في اتجاه واحد؟ هلاقي طبعا ان فصول السنة ممكن تيجي بترتيب غير اللي احنا عارفينه، يعني ممكن الاقي الصيف اتكرر، الشتاء اتكرر في نفس السنة. كده احنا اتكلمنا عن الوحدة التانية في منهج الجغرافيا، وشكرا.